بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة يا جماعة جايين نتكلم معاكم في موضوع خطير جدا. نتكلم عن خطورة السمنة. خطورة السمنة يعني بنتكلم عن كل مرضى العظام اللي بيلفوا على دكاترة العظام من واحد للتاني للعاشر عشان مش عارفين يحلوا المشكلة بتاعتهم، وفي الأساس هما بيروحوا ياخدوا بعض المسكنات يستريحوا شوية، وطبعا كنتيجة لأخذ هذه المسكنات والكورتيكوسترويد والأشياء اللي بتتكتب بشكل دائم في عيادات العظام المختلفة، يحصل لنا احتباس للمية في الجسم، يحصل لنا زيادة في الوزن أكتر من الطبيعي. يعني هي بتبقى رايحة للدكتور وعندها سمنة كده أهو، بتبقى حاجة كده أهو، لا بترجع من عند الدكتور بتبقى حاجة كبيرة كده. فاحنا اللي احنا عايزين نوصله يا جماعة، لو انتي او انت عندك مشكلة في العظام، سواء كان التهاب في المفاصل، عندك اوستيوبوروزيس، اوستيو ارثرايتس، عندنا ارثرايتس، سبرين، سترين، لوباك بين، امسك اي مشكلة من مشاكل العظام المختلفة، وعندنا زيادة في الوزن، لو استعملت اي ادوية، الادوية مش هتجيب معاك نتيجة، هتسكن لك الالم شوية، و الألم ده هيزيد بمرور الوقت. ليه بيزيد بمرور الوقت؟ لأن الحمل، أنت بتاكل، أنت يا أخي ماشي على نمط حياة غلط، أكلك غلط، شربك غلط، طريقة الحياة اللي احنا ماشيين بيها غلط، ما عندناش توعية وعندنا تثقيف الصحي الصح اللي احنا نحافظ على وزن صحي. فتلقائيا طول ما الوزن بتاعنا بيزيد، طول ما في حمل على العظم، وطول ما في حمل على العظم، الالم اوعدك ان هو مش هيخلص الا بالمسكن، وهتدنك تاخد في المسكنات، وهتدنك تزيد في الوزن، فتزيد المشكله، وبعد كده تروح تعمل عمليات وتدفع 30,000 و40,000 و100,000 وحاجات ب120,000، وعلى حسب دقه الدكتور وشطاره الدكتور تدفع 200 و300,000. بنسمع ارقام خياليه في عمليات العظام المختلفه. والمشكله لما تيجي تخش في يعني حد داخل يعمل عمليه للعظام، وتلاقي اصلا هو عنده زياده في الوزن، طب ما دي نكسة. اما دكتور العظام ما ينصحوش، مش بقول ان كل دكاترة العظام، طبعا في دكاترة عظام مجرد ان هي تشوف حد عنده زيادة في الوزن تقول له اتفضل امشي على الدواء اللي انا بديهولك ده، ومع الدواء لازم تروح لدكتور تغذية علشان تنزل في الوزن، علشان طول ما في وزن زيادة، الوزن الزيادة بيحمل على العظم بتاعنا، وطول ما هو بيحمل على العظم بتاعنا هتبقى دفعة قوية جدا لينا ان المشكلة تزيد خطورة. وإذا كان عندنا يعني التهاب في المفاصل بسيط، هيبقى بعد كده هيبقى حاجة سيفير وحاجة شديدة، وبعد كده الغضاريف بتاعتنا هتتآكل ويحصل لينا مشاكل سوداء. فيا جماعة، والله يا جماعة، خوفا عليكم وحبا فيكم، بنصحكم لوجه الله، أي حد عنده أي مشكلة من مشاكل العظام المختلفة وعنده زيادة في الوزن، شوف أقرب دكتور تغذية، راجل محترم كده قريب منك في القرية اللي جنبك أو في أي مكان حواليك، شوفه يعمل لك نظام غذائي صحي متوازن متنوع متكامل، بيحتوي على كافة العناصر الغذائية، من الكربوهيدرات، من الفات، من البروتين، من الفيتامين، من الفايبر، ويراعي ان احنا عايزين ننزل في الوزن، ويراعي المسموحات والممنوعات لمريض العظام، وياخد منك كل التفاصيل عنك علشان يعدلك نظام يناسب حالتك المرضية. رجاء يا جماعة، لو اي حد عنده اي مشكلة من مشاكل العظام المختلفة، روحوا لدكتور تغذية يعدلكم نظام غذائي، ودكتور يكون شاطر. يعني مع الأسف هناك ناس كتير جدا تعمل في مجال التغذية غير متخصصين، ولم يحصلوا على أي شيء في التغذية، وبيطلعوا يدعوا إن هم يعني حاصلين على كذا وكذا وكذا. فاحنا يا جماعة بشكل بسيط جدا، أنا مش بعمل مثلا دعاية لنفسي كطبيب تغذية أو كده، لا، كل اللي أنا عايزه منك إما أنت يكون عندك أي مشكلة من مشاكل العظام، بشكل بسيط روح لدكتور تغذية شاطر موثوق، واطلب ان هو يعمل لك نظام غذائي علشان تنزل في الوزن، لان لو ما نزلتش في الوزن وعندك مشاكل في العظام، لو تابعت سنة ولا سنتين ولا 3 سنين مفيش حل، الحل في ان انت تنزل في الوزن بس. ومش بس ده كده بالنسبة لحالات العظام المختلفة. وبكده انا كده اكون خلصت الحلقة بتاعت النهاردة، شكرا ليكم، كان معاكم دكتور احمد عطية الدهشان، طبيب تغذية في اسطنبول، دمتم بصحة وعافية، باي باي.